مشاهدينا الكرام، والحقيقة دايما كل جيل يشتكي من الجيل اللي بعده، وكل جيل بتظهر له بعض الظواهر اللي بتميزه. الجيل وقتنا احنا كانت الناس بتشتكي من حاجات معينة، وكان بيبقى عندنا الووكمان او السي دي بلايرز والاتاري وبعدها البلاي ستيشن وغيره. الاجيال الجديدة بقت كمان اسرع مننا، بقى عندهم العاب مش بقى على جهاز زي بلاي ستيشن او زي الاتاري بتاعت زمان، لا ده بقى كل واحد معاه تليفونه اللي هو بيمثل الووكمان او السي دي بلاير اللي بنسمع بيه المزيكا، بقى كمان عليه كاميرا، بقى عليه العاب مختلفه، عليه تلفزيون بقنوات بيوتيوب مفتوحه على العالم كله. ما بقى كل واحد مع جهاز صغير اللي هو التليفون بينفتح بيه على العالم وينعزل بيه عن العالم المحيط. عن اضرار ده وعن المميزات اللي ممكن نستفيد بيها بتكون لنا هذه الفقره مع ضيفنا اللي بيشرفنا النهاردة، أستاذ أحمد القاضي خبير الموارد والتنمية البشرية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ سارة. أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين، وصباح الخير عليهم يا رب إن شاء الله. صباح الخير. زي ما قلت في البداية، كل جيل بيشتكي من الجيل اللي بعده بالظواهر اللي خاصة بيه، وقليل من الأباء والأمهات اللي بيقدر يتابع ويواكب سرعة العصر. في وقت من الأوقات كان الكمبيوتر الكبير اللي موجود ده كانت يعني طفرة. دلوقتي بقى مش بس اللابتوب، بقى الموبايل تقدر تعمل بيه كل حاجة. لسه كان في فيديو كليبس النهاردة بنعرضها، التقنيات الصعبة جدا بقت النهاردة بتتعمل بأبليكيشنز بسيطة قوي على الموبايل. كل التقنيات بقت موجودة، الأطفال كلها في إيديها موبايل. في بعض الأمهات اللي ممكن ترتاح نفسيا إن ابنها معاه آيباد أو معاه موبايل فبيبقى أهدى، وفي أمهات الحقيقة واعية بأضرار هذا الموضوع. تقول إيه في القصة دي؟ أقول يا رب سلم. ربنا يا رب يعديها على خير، لأن الفترة دي أو الحقبة دي أو لو كان في هجمة إلكترونية شرسة على أبنائنا وأطفالنا أو على الجيل الحالي عموما، نرجع مثلا من أول سنة 2000 كده، أول ظهور الإنترنت والموبايل والسمارت فونز مثلا من 2010 حضرتك جاية كده، الدنيا بدأت فعلا تبقى في هجمة حقيقية فعلا على عقول أبنائنا الصغار، ويمكن على عقولنا إحنا كمان في الجيل بتاعنا. إحنا الجيل بتاعنا محظوظ شوية إن هو حضر النو انترنت او اللي ما فيش انترنت، صح. واللي فيه انترنت، فاحنا عارفين احنا اكتر جيل نقدر نعقد مقارنه بالظبط في الموضوع، ولا احنا متاخرين ما كانش موجود، صح. ولا احنا المتقدمين بزياده وما كناش شايفين او ما نعرفش يعني ايه حياه من غير انترنت. احنا اللي شفنا الميدل النص، يعني احنا واقفين في نقطه التوازن او الاتزان ما بين الاثنين، يعني لا ابائنا ولا اجدادنا شافوا اللي احنا فيه، احنا مسكنا الموبايل اللي ما عليهوش انترنت. بالظبط كده، مسكنا الموبايل زرارين ومسكنا التليفون بقرص، صح. يعني مسكنا الدنيا ويعني وتعايشنا مع القناه الاولى والقناه الثانيه، وهم دول كانوا الملاذ الوحيد، النافذه على العالم، صحيح. دي كانت النافذه على العالم، والعالم برضو كانت افاقه والنافذه بتاعته كانت محدوده، صحيح. وان كان عصر التكنولوجي وعصر التقدم فيه الكثير من المزايا، ووجود ربط العالم كله ببعضه، العالم بقى قريه فعلا صغيره وكله ريليتد لبعضه، ولكن التاثير السلبي لهذه التعاكسات والعلاقات بقى فعلا بقى شيء مقزز جدا ومتعب جدا. طبعا الابهات والامهات وتحديدا الامهات بيشتكوا كتير جدا من موضوع ان ولادهم الصغيرين بيبقوا مدمني التعامل مع الموبايل، وخصوصا بعض الالعاب اللي بيبقى ليها سايد افكتس وتاثير سلبي على نفسياتهم. سمعت عن الاباء والامهات اللي في الصين اللي ودوا ولادهم مصحات للعلاج من ادمان الانترنت؟ كنت هذكر ده فعلا، ودوا ولادهم، يعني نسمع ان المصحات النفسيه بتبقى مختصه ببعض الامراض، ربنا يا رب يعافي الجميع، او الادمان المخدرات او الاكتئاب او كلام من ده، لكن ان انت يبقى داخل المصحه عشان خاطر انت مدمن العاب الكترونيه، مدمن تليفون، فده بقى شكل عجيب جدا، لان دلوقتي لو سحبت التليفون من طفل ممكن يفضل يرفص في الارض ويعيط ويكسر بشكل هستيري، يعني في بعض الاوقات فعلا انا شفت الكلام ده بعيني، ان لو اب او ام سحبت الموبايل من الطفل او الطفله يا اما بتنهار يا اما بيعيط يا اما بيكسر يا اما بيحصل تغير في السلوك تام. طبعا طبعا، فخلينا بقى نشوف الموضوع ده احنا وصلنا له ليه وممكن علاجه يبقى عامل ازاي. اتفضل. طيب احنا وصلنا كده ليه؟ لان
لان الاب والام بقوا دلوقتي مشغولين بمشاغل الحياه والضغوط الحياتيه والبحث عن لقمه العيش بشكل كبير جدا. فبقى بالنسبه له وفي نفس الوقت في نفس ذات الوقت اللي هو بيبحث فيه على لقمه العيش هو مش عايز يستغنى عن ولاده او يسمح لهم بالخروج للمجتمعات والاختلاط بشكل كبير، هو عايز يحافظ عليهم انترنالي. فبناء على ده بيضطر يجيب لهم او مش بيضطر، بيبقى سعيد في الاول انه بيجيب لهم موبايلات فيها سمارت فونز او فيها كونكشنز مع الانترنت والعالم الخارجي، تواصل مع العالم الخارجي. التواصل معاهم بيدي له الموبايل، فالابن او البنت بيفضل قاعد طول الوقت على الموبايل منذ نعومه اظافره. وحط تحت ديت خط، اظافره ما زالت ناعمه وهو صغير جدا، فبيبتدي ينشا بينه وبين هذا التاب او هذه الاله او هذا الاختراع علاقه ود متبادل اكتر من باباه ومامته واخواته. فبقى بالنسبه له المكان ده هو الحياه، وكل يومين في تطوير اصلا في الموديل اللي في ايده او في الحاجه اللي في ايده. فبعد كده لما الدنيا دي بتتطور هو بيتطور معاه، مع الحلم ده، مع الواقع اللا افتراضي الميتافيرس ده، هو بيبقى متخيل ان هو ده عالمه الحقيقي اللي من خلاله بيسافر، اللي من خلاله بيبني علاقات مع ناس ما يعرفهمش، اللي بيبني احلام في مستقبله ان يبقى واحد من دول. من دول مين؟ من الناس اللي موجوده بتظهر له على الموبايل. طب هو المفروض ان هو طفل عنده حركه، مش هقول فرط، لكن هو محتاج يتحرك ومحتاج يلعب العاب وكلام من ده. فاكتشف ان في العاب بتظهر على الموبايل ليها علاقه بال يعبر عن اللي جواه او يطلع اللي جواه بشكل او باخر، او تديله ثقه مفتقدها في العالم. مش لازم تبقى ثقه مفتقدها، وللاسف لو استمر في الموضوع ده هيفقد ثقه في حاجات تانية كتير، لكن هو في الاول ما بيبقاش عنده الحاجات ديت، مش موجوده. هي موجوده فعليا، لكن لما بيستخدم الموبايل بالشكل الزياده قوي ده هو فعلا هيبتدي يفقد، هيبتدي يوقع حاجات كتير من المفروض احنا اللي حضرتك كنت بتقولي في بدايه الحلقه اتربينا عليه. فاحنا قعدنا سنين من عمرنا نتربى على ان علاقتنا بجيراننا وحبايبنا وقرايبنا بنلعب في الحقيقه، يعني في العاب جماعيه نلعبها صحيح حقيقيه. يعني حضرتك تفتكري والساده المشاهدين والابهات والامهات، يعني كنا زمان بنلعب العاب على الارض نرسمها ونقعد نتنطط زي الاولى، وكنا نلعب نط الحبل فاكره حضرتك طبعًا. وكنا نلعب الالعاب اللي بنجري فيها طبعا الشطرنج والسلم والتعبان. دي حتى لسه اقول لك الالعاب اللي هنلعب فيها حركه هي العاب فيها تشارك، كلنا بنلعب مع بعض. بنبقى 10 15 العاب جماعيه، كلنا العاب جماعيه. الولاد لو هيلعبوا كره في الشارع فبنبقى بنلعب بطوبتين اتنين ومعانا كل الناس، استغمايه وغيره. استغمايه صح كده والله، ونطلع فوق وننزل تحت ونستخبى وكل الحاجات اللطيفه دي. كانت فيها ايه؟ حركه، كان فيها ايه؟ علاقات، كان فيها سوشيال، كان فيها تلاقي ما بينهم بعض، معانا عدد من الناس وفيها تعلم مهارات. يعني ما هو الالعاب الجماعيه دي يعني حد هيزقني، يعني حد هنتخانق، يعني هنعرف ازاي نتصالح، يعني في قصه. بالظبط حضرتك، حلو قوي الجمله دي، هنتخانق وهنعرف ازاي نتصالح. هنتخانق وما عندناش حاجه اسمها بلوك، هنتخانق ويبقى الراجل جاري اللي في العماره او الشاب او الطفل الزميل او جار ابني في العماره لازم يتصالحوا، لان عدد اللعبه لازم يكمل بالسته او السبعه الاولاد اللي موجودين في العماره. ولو حد فيهم مش موجود او بعد شر تعبان او سافر بيبقى في تاثير على اللعبه في المجمل. حتى كان ساعات يقول لك مثلا فلان صاحب الكوره احنا مش بنحبه قوي ولكنه صاحب الكوره فلازم يلعب، فكنا بنلعبه. فكانت هنا في الوقت ده العلاقه لازم تستمر، لازم تنشا ويحصل فيها اللي حضرتك بقولها اللي هو الارتفاع. بالظبط كده، في تواصل، في ارتفاع وهبوط في العلاقه، وده امر طبيعي. هل السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي ضد السوشيال لايف او ضد التواصل الاجتماعي بقى. حصل العكس بقى. العكس ايه بقى؟ ان انا سهل قوي اعمل بلوك لواحد انا اصلا ما اعرفوش، او حتى واحد من جيراني سهل قوي ان انا اعمل له بلوك وما عادش العب معاه، واستبدله بالاف، مش هقول واحد ولا اتنين، بالاف ويمكن مئات الالاف من الناس اللي بتلعب نفس اللعبه في حته تانيه. في العاب بالاسم يمكن حضرتك تسمع عنها، الشباب الصغير والناس طبعاً الصغيرين، زي ببجي ومش عارف والحوت الازرق ومش عارف كتيرة. ايه يعني في نوع معين من الالعاب كده الولاد بيبقوا منهكين تماما في اللعب معاه، لكن هو عباره عن ايه؟ هو بينهك مندمجين ذهنه. ولا منهكين؟ لا منهكين، مش مندمجين. يعني مندمجين وانهكوا اثناء اللعب طبعا كمان. لان هو عقله ما يقعد 7-8 ساعات يلعب لعبه بتستنزف كل قواه العقليه، فيبقى مش بس كده، ده احيانا اسمع يعني انه في كمان علشان يقعد يشتري لايف زياده او ياخد فرص اكتر عشان خسر يدفع فلوس. صح، ويدفع فلوس كتيره. صح صح، وكتير قوي اباء وامهات اكتشفوا ان ولادهم استعملوا كريدت كارد. بقول لك يعني هم يجوا يشتكوا من الكلمه دي ان هو الولد، فاقول له هو مش بس بيشتكوا،
هو في الغالب بيبقى الأب أو الأم اكتشفوا إن هو قاعد ساعات طويلة على لعبة معينة لما بيتسحب من الكريدت كارد فلوس كتيرة. هو يقول له إيه لك هو أخذ الحاجة، فأقول له هو عمل كده لأنك أنت أديته أصلا السبيل لده إن هو عايز يفضل دائما. هو مش معقول هيفضل يلعب لعبة دايما فور فري، هو عايز يوصل لنجاحات معينة من خلال اللعبة ويلم منها فلوس. أستاذ أحمد، في مشكلة كمان إنه الأطفال بقوا مشغولين وفاضيين، يعني وقت الفراغ الرهيب ملوه بالألعاب دي، وبالتالي أصبحوا مشغولين جدا وغير منتجين على الإطلاق خالص خالص. ما أنا بقول لحضرتك جيل بدأ من أول الوعي 3 سنين ياخد باله لحد ما يوصل في الجامعة كمان بيبتدي على الألعاب دي، مقضى حياته بالكامل على الألعاب دي. فبص تلاقيه جيله تشنجات. انت عارف حضرتك على حاجة أكمل بها بس النقطة دي، فاكرة زمان وإحنا صغيرين ما كنا بنلعب بالمراجيح؟ لما كنا بنروح مثلا في الأعياد والموالد ما كناش نتعب نلعب اليوم خالص. وكنت تلاقيه الواحد وما يجي ينام بالليل، ينام بالليل كان هو نايم على السرير تجيله هزة كده رعشة إنه بيعمل مرجيحة أو إن هو هينزل مثلا من اللعبة فيها سقوط حر. فكان الكلام ده بيديله الإحساس ده. شوفي بقى الطفل دلوقتي، طفل تلاقيه مثلا عنده تشنجات في إيده من كتر استخدام الموبايل، عنده بيجز على أسنانه وهو نايم زي ما يكون هو لسه اصلا عقله الباطن تشبع لدرجه ان هو نايم بيلعب عقله ما ارتاحش. احنا زمان كنا بنعمل ايه بقى؟ بنتهد من كتر اللعب، نرجع نقول لك مهدودين، يقول لك انا ولعت السخان عشان اخد دش ما قدرتش، رحت جاي نايم بهدومي ما حدش غير هدومي. كان اليوم بيبقى حلو، حلو جدا وفي مشاركه، اجازه فيها دايناميك يعني فيها حركه كبيره. خليني اقول كلام كمان نضيف للكلام حضرتك المهم جدا ده، نفس ملامح الجسم نفسها تغيرت، يعني في اطفال في سن صغير بقى بيظهر لهم اتب، وفي اطفال في سن صغير بقت نظرهم بيضعف طبعا، ووقفتهم فيها هزلان كده، ما تحسش ان هو واقف صح جسمه هزيل لايق على سنه، جسمه هزيل فيه حضرتك فيه تقزم، في ما بيطول ما بيتحركش ما فيش حركه، او في سمنه او ما بينامش او مواصل الليل النهار او ما بينامش او تحت جفونه وتحت عينيه في حاجات غامقه نتيجه السهر الشديد صح. لانك انت مش هتعرف تحكم ده في كل وقت، حتى لو فصلت الانترنت على الموبايل هو منزل بعض الالعاب الاوفلاين مش الاونلاين، فيقدر يلعب بيها حتى مع نفسه بيلعب نفسه، فهو فكره استخدام الموبايل مستمر. وهل ده صحيح استاذ احمد ممكن يوصلوا للانتحار في العاب معينه والكلام اللي شفناه للاسف انا يعني سمعنا عن حالات للاسف فيها حالات من الانتحار. ايه اللي بيوصلوا لكده؟ بصي يعني هو بيجيب توحد بيجيب عزله، ما هو ما فيش تلاقي، هو بيقابل حد ما يعرفوش او بيتكلم مع حد ممكن بيتكلم لغه غير لغته، ممكن يكون بيلعب واحد صيني ما بيتكلمش اللغة العربية وبيلعب حد من برتغالي من او في البرازيل، المشكلة بيتكلم لغة من لغة اصلا هو يعرف يكلمها. في ناس كمان كبار في السن، يعني سن فوق المراهقة سن كبير، يعني ممكن يكون حد بيشتغل مهما تقنعه ان هو مدمن لعبة معينة او مدمن تليفون يقول لك لا ده انا باخد بريك من الشغل، ده انا باخد بريك من المذاكرة، انا مش مدمن ولا حاجة، لا يقتنعوا انهم مدمنين للالعاب الالكترونية. طب هو ما تعريف الادمان؟ اي حد من اللي بيسمعنا او يا حضرتك هو تعريف الادمان ايه؟ هو انك انت هتصري على اداء نفس الواقع او تعيشي في نفس الواقع مده طويله من الزمن ما تقدريش تقلعي عنه، صح كده ولا غلط؟ فبتوصلي تحولي هذا الواقع لحاجه تغيبي بيها، خلاص انت ما انتيش هتبتدي شخص يتحول من شخص حقيقي واعي لشخص هو مش عارف هو بيعمل ايه نتيجه ادمانه، لا اما بقى للعبه او بعد الشر بيدمن حاجه من الحاجات التانية اللي ربنا يعني هو الصراحه من. كله شر، اي ادمان اي شيء إدمان. اي حاجه بتزيد عن حدها هو بالظبط بتتقلب ضده، فهو بيدمن حتى لعبه، يدمن حاجه تخليه يخسر حاجات تانية اهم قصادها. فهو لما تلاقي شخص بيمسك موبايل او حتى بيلعب لعبه ممكن فيها الالعاب ما اعرفش اساميها بالظبط اللي هم بيلعبوا على الشاشات الكبيره مش عارف بوكس او حاجه كده مش عارف الاسامي بصراحه، لكن الحاجات ديت لما بيقعد يلعبها هو انت هتفضل طول النهار تلعب؟ هل انت خلقت عشان طول النهار تلعب؟ يبقى اي حاجه بتزيد عن حدها نفسك. تبقى مشكله اي حاجه بتزيد الرقابه عن... بقى طيب لا خلينا دلوقتي عشان الاباء والامهات اللي سمعوا حضرتك اكيد يعني نقدر نقول ان هم ربطوا بين اللي بيحصل عندهم في البيت مع اطفالهم او اولادهم وبين كلام حضرتك. الحل او الرقابه اللي حضرتك قلتها ده اللي قبل الحل بشويه، انما ايه هو الحل؟ هو انا ضد فكره المنع التام، لان المنع التام هيخليه يبص على حاجات تانية بالخارج،
يعني خارج بيته وخارج اسرته. فهو لازم الاول انا احاول ولازم اجاهد ولازم احاول ان انا اقعد اتكلم مع اولادي بشكل اكثر استناره في عقلانيه اكبر، لازم اقعد اتكلم معاهم بهدوء اكبر عشان خاطر اقدر اصاحبهم. هو مش لازم طول النهار تفضل قاعد على الموبايل، مش المفروض طول الوقت تفضل قاعد على الموبايل وسايب اخواتك وسايب ماما في المطبخ وسايب يعني الوضع ده لازم ننهيه دلوقتي. ولازم انت معايا نحط رولز وقواعد نقدر من خلالها نتحكم في وجودك في الحته دي. انا ما بقولش ان انت تسيب الموبايل خالص او ما تتعاملش مع الناس اللي انت بتحبهم او حتى ما تلعبش الالعاب دي، ده مش مقبول. فتره الدراسه وفتره الاجازه هنا تعامل وهنا تعامل. فتره الدراسه انت دراستك هي رقم واحد وترفيهك وتسليتك انا مش ضده، ولكن برضو بالعقل بالمنطق يعني يبقى فيه باقتناع وانت بتعمل الحاجه. طب ثانيه واحده يا استاذ احمد، هل تقدر تقنع ابنك بشيء انت لا تفعله؟ يعني هل تقدر تقنعه يسيب الموبايل وما يقعدش مع الموبايل فتره طويله؟ هتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم بالزبط. صح كده، هو شايفك قدوه فهو انت هتنصحه، بس هو مش هينفذ الا لو شافك بتطبق. صح، يبقى انت لازم في بعض الاسر اعرفها ينزلوا يخرجوا بره ما يستخدموش الموبايلات خالص، يوم الموبايلات في البيت، وممكن ياخدوا الموبايلات لو عندهم موبايلات قديمه بتاعه الزراير عشان يتواصلوا مع بعض ياخدوا الموبايلات بتاعه الزراير، ودي بيكتشفوا بعض فيها وبيتعرفوا على بعض طبعا اكتر. طبعا يا فندم، زمان كانت الناس على ترابيزه السفر او الطبليه او الناس وهي قاعده على الارض كانوا بيتعرفوا على بعض اكتر. كان الاب بيقول لاولاده عملتوا ايه النهارده، كان حد لو عايز يطلب حد من باباه كان بيطلبها وهو عنده قدر من الاريحيه لان هو شاف باباه باستمرار وفي تواصل بينه وبين والده ووالدته. لكن دلوقتي بقت الناس قاعده على الموبايل غريبه على ترابيزه السفره وهم غربه غرباء عن بعض. صحيح، انت هنا بتدعم، انت غريب عن اسرتك وبيتك وبتلاعب ناس غرب بره، فانت مغترب في حياه مستمره. طب تعالى ناخدها بقى بزاويه مختلفه، الدوبامين. وده الدوبامين حاجه مهمه جدا وهرمون يفرز، وتلاقي الناس السعيده او المتزنه الهرمونات او افراز هرمونات السعاده بشكل طبيعي. عندها بشكل طبيعي. احنا في الاجيال القديمه كان او يعني الاجيال حتى اللي قبل الطفره الفظيعه في التكنولوجي الدوبامين عندها متزن، ما كانش لازم تعمل حاجه انهيار قوي علشان تتبسط، كان عادي ننزل نتمشى ده كافي ان هو يبسطنا نشوف اصحابنا وهكذا. اكتشفوا بقى، في ناس تفتكر كلمه ديتوكس يعني ناخد بالنا من اكلنا فقط، اكتشفوا ان في حاجه اسمها دوبامين ديتوكس. الدوبامين ديتوكس ان هم بيبتعدوا عن مصادر الدوبامين المستمره. صح، اللي هي بقت صعبه قوي دلوقتي. في ناس مش هتفهم الكلام بدقه لاني مش عارفه اشرحه زي ما حضرتك هتشرحه، بس فكره السكرولينج كل يوم قبل ما ننام ده اوريدي بيعمل دوبامين، فلما بنسيبه فتره بنكتشف بقى حقيقتنا عامله ازاي، بنكتشف احنا صحتنا النفسيه عامله ازاي، خلقنا بيبقى اهدى، يعني حاجات كتيره قوي بتختلف لما بنعمل الدوبامين ديتوكس. حلو جدا. هي بس هاخد نقطه حضرتك عشان الناس تفهم اصلا بالزبط. يعني اشرحها بشكل افضل. الاتزان يا جماعه، الاتزان. حياتنا كلها عمرها ما هتبقى سعاده طول الوقت ولا حزن طول الوقت، فانا لازم اكون شخص مؤهل للحالتين، حاله ان انا استقبل السعاده بكل مستقبلات السعاده اللي جوايا واكون فرحان ومبسوط بده، وفي نفس الوقت ان قدر لا قدر الله وديت حياه طبيعيه فيها ابسايد داون لازم تكون ماشيه كده، فانا لما يجي لي حاله من حالات الحزن ما انهارش لا ابقى سعيد. بيقول لك الناس من كتر الفرحه ممكن بعد شر تموت لو ما حد يسمع خبر مفرح قوي، او بعد شر ممكن يتقفل على نفسه في حزن فينتقد. صحيح، في ناس تموت من الحزن. صح، الحالتين ممكن يكونوا مؤذيين جدا. طب انا اقدر، لازم اكون شخص بتعامل مع الاتزان العقلي والنفسي جوايا بشكل عاقل وعقلاني واتدرب على ده باستمرار. لما اخد حاجه لا تفرحوا بما اتاكم ولا تحزنوا على ما فاتكم، مش لازم دايما نفرح بكل حاجه بزياده قوي، فنبقى مدمنين فرحه وسعاده، ولو اثرت في حياتنا حاجه بسيطه نبقى شخص مهلهل ان هو اي حاجه بتهزه اي حاجه ممكن تزعله وتضايقه. لكن لما ابقى شخص ان بتوين في نقطه الاتزان وعندي هذا القدر من الاتزان ابقى مستقبل جيد للسعاده واتعامل معاه بشكل راقي، وابقى عندي بعد الشر لو حصل نوع من انواع الحزن ابقى راسي وهادي وعندي قدره على احتواء الموقف، قدره على تقبل هذه الاخبار. طب نصيحه من حضرتك للاباء والامهات في دقيقه واحنا بنختم. طيب هو مبدئيا يا جماعه يعني لا زال هناك متسع ان احنا نصلح ونحل، فده موجود، وطول ما احنا ما فيش حاجه اسمها مستحيله. طب ايه الموضوع اللي ممكن يحصل؟ ان ولادنا اقل من 3 سنين مش المفروض ان هم يتعاملوا مع الموبايل بشكل كبير ومستمر وعلى طول، لان ده اصلا غلط وممكن ياثر على نفسيتهم وهم لسه صغيرين يتربى على كده. حتى لو حاجات تعليميه المفروض ما يمسكوش الموبايل. من 3 ل 12 سنه المفترض ان انا اتعامل مع هذه الفئه العمريه ان انا ممكن اديله ساعه
ساعه او ساعه ونص في اليوم واوزعها، ما تبقاش ساعه وساعه ونص مره واحده. بعد كده اللي هم من 12 والناس بقى اللي هم فئه المراهقين وكلام من ده، ممكن اتعامل معاه بساعتين اتنين بس، لازم اتكلم معاه بشكل مستمر عشان اقنعه وافهمه ان انا كده مش بمنعك عشان انا كاره فكره التواصل الاجتماعي او كاره فكره اللعب، ولكن انا بعمل كده عشان افرغ لك وقتك لحاجات تانية اهم، هتبني جسمك وهتبني علاقات اسريه او علاقات اجتماعيه مع من حولك. صحيح. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ أحمد القاضي خبير الموارد والتنمية البشرية، أشكرك. ويعني دايما لما بندور على أي مشكلة بنروح للفراغ، الفراغ آفة كل الأعمار، حتى اللي بيبقى بيوصل لسن المعاش بيدور على رياضة، بيدور على مواهبه القديمة اللي نسيها مع زحمة الدنيا ويحاول، فما بالكم بالأطفال. مهم جدا جدا أن نشغل وقت أولادنا بأشياء مفيدة علشان ما نتركهمش عرضة لمشكلات العصر أيا كان إيه هو العصر. بشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ودائما وأبدا تحيا مصر. شكرا وإلى اللقاء.